عسلامة ومرحبا بكم في برنامج متابعات حلقة جديدة من برنامج تعودتوا بي اليوم على www.bizertradio.mjs.tn. برنامج متابعات للحلقة اليوم باش يواكب كافي تالك. الكافي تالك اللي نتصور الناس الكل سمعتوا بي باش ناخذوا أكثر معطيات ومعلومات على برامج الكافي تالك في ولاية بنزرت، وباش يكون حاضر معنا في الاستوديو زياد الحراق. عسلامة زياد. عسلامة، مرحبا بك ومرحبا باللي يسمعوا فينا الكل. دونك باش ناخذ معاك شويه اخر اكثر تفاصيل باش تمدنا بها وباش تمد بها مستمعي راديو بالمكلين على www.bizertradio.mjs.tn. معنا في الجانب التقني منال بن احمد اللي تامل لنا اغاني الحصه. ناخذ اول نغم ونرجع لكم. مازلنا متواصلين مع متابعات في www.bizertradio.mjs.tn. حلقتنا لليوم كما قلنا باش نحكيو على موضوع الكافي تالك. على هذا استدعينا بحثنا زياد الحراق. عسلامة زياد. كان تحكي لنا زياد على شيء وقدم لنا الجمعية اللي انت تبعها وحكينا على كافي تالك بصفة عامة. زياد الحراق، 19 سنة، نقرأ دوزيام أني أونجلي في بورقيبة سكول. أنا المسؤول على العلاقات في جمعية الإرادة. جمعية الإرادة للتنمية بالمتلين هي جمعية تنموية غير ربحية تأسست بعد الثورة، تمس ثلاثة جوانب من المجتمع: التنمية الشبابية عن طريق دورات تكوينية كما مع المعهد مناظرة ومع صوت شباب العرب Youth Arab Voices اللي نوفروا للشباب ترينرز، زاد تنمية المحلية من توسكي في علاقة بالجهة متاعنا من حيث كياسات، حملات نظافة، حملات توعية والكل، وزاد نخدمه على 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 exchanges التبادلات الثقافية. خدمنا مع إيطاليا في جويليا، سي عبد القادر معاوي مشى مع مدموزيل قبيل معاوي بروجرام على الكوتشينج، ومشينا مجموعة من الشباب من الجمعية مشينا في فيفري لألمانيا على الجندر إكواليتي. نحكي لك على الجمعية كهوما. هي كانت قبل كل شيء زياد، كان تحكينا الأكسيون هذية وقتش بديت قدي باش تقعد أكسيون كافيتال. نبدأ نحكي لك أولا كيفاش زيت الأكسيون. الأكسيون هي من المنظمة الدولية للمناظرة الـIIDB. هي منظمة غير حكومية تأسست في 2013 تهدف إلى تنمية الشباب ليكون فاعل وقائد في المجتمع، ويتاحت فرصة للشباب المشاركة في المجتمع المدني والبناء السياسي عن طريق دورات تدريب في مجالات مختلفة. بهذايا المعهد الدولي للمناظرات كيف عمل لنا البروجي. البروجي كبر في 2015 وهو في ثالث إديسيون. الإديسيون الثانية كانت تحكي على المرأة، الإديسيون هذه تحكي على العنف في الوسط المدرسي. كافي تالك والحديث القهوي هي أكسيون من المنظمة الدولية للمناظرة. بديت من فكرة اللي الشباب قاعد يقضي في أوقات طويلة في القهوي من غير ما يحكي على موضوع مهم. دونك جيت الفكرة اللي علاش لا نستغلوا الوقت هذايا اللي يحكيوا فيه الشباب في القهوة في مواضيع مش مهمة باش نأطرهم في موضوع مهم عن طريق كافي تالك. جيت الفكرة من زوز شباب من صفاقس باش نربح وقت الشباب هذي في حوارات هادفة. الحوارات تتكون من 10 مشاركين مع 3 ينظموا الجلسة اللي هما مودريتر، ريبورتر وكوميونيتي مانجر. أنا المودريتر للبروغرام في بنزرت مدين. نكونوا مكونين من المعهد الدولي للمناظرات، يعمل لنا ترينينج كما عمل لنا سنة في سبتمبر لمدة 4 أيام. يفرمي كل واحد حسب الميول متاعه اللي اختار التاش متاعه في البروجي. كما أنا مثلا اخترت مدراسيون وعملوا لي ترينينج في المدراسيون مدة 4 أيام. الموضوع سنة كما قلت هو العنف في الوسط المدرسي. نقسموه لستة مواضيع. احنا خدمنا حتى لتو 4 مواضيع. خدمنا علاقة التلميذ بالمحيط المدرسي، خدمنا تأثير الإيديولوجيا السياسية في المناهج الدراسية، خدمنا النظام الدراسي غير مشجع على الإبداع، وما زالونا زوز مواضيع أخرين اللي هما تأثير مواقع التواصل الاجتماعي في التلميذ التونسي وغياب الإحاطة الصحية والنفسية والجنسية داخل الفضاء المدرسي.
جوست باش نسالك زياد لهنا باش نقاطعك باش نقولك من الاول كيفاش تم اختياركم؟ احنا اختارونا من قدمنا ابليكاسيون سور انترنت كجمعيه الاراده اختارونا ثلاثه قدمنا ابليكاسيون سور انترنت اللي هبطها المعهد الدولي للمناظره. تعمر الابليكاسيون قدموا فيها سنه 39 جمعيه اختارونا 10 جمعيات من 9 ولايات باش يعملوا لنا فورماسيون. دونك كل واحد اختار معناها التاش بتاعه وبعثونا ايميل في الاول اللي هما قبلونا. بعد عدينا انترتيان اونلاين سور تليفون وبعد عاود بعثونا ايميل اخر اللي هما قبلونا واللي احنا باش نمشيو للتريننج في سبتمبر في سوسه. واختيار المواضيع اسكو انتم يعني كيما نقولوا ياخذوا رايكم فيه ولا تكون مواضيع ديجا حاضره من الاول؟ لا الموضوع يبدا حاضر من الاول، هما يخدموا على الموضوع اللي يحسوه اقرب اللي تحكي في الوقت هذايا مناسب يتحكي عليه في الوقت هذايا. دونك هما من الاول كي باش تعمل الابليكاسيون في البروجي هما يقولوا لك على شنو يحكي البروجي وانت كنت انتريسي بالموضوع هذايا باش تخدم فيه دونك تقدم الابليكاسيون على هذاك الاساس. شكرا. قلت لي صار ديز اكسيون ومازال فما دوتر اكسيون هكا ولا؟ كان تحكينا على صار وتعطينا مواعيد اللاحقه. احنا لهنا في كومبيتيسيون معناها في مواجهه مع 9 جروبات اخرين في الاخر باش نخرجوا ببروجي. البروجي هذا لازم يكون على لونغ تيرم، ينجم يتمول اللي يربح يتمول بسومي نتاع فلوس صغير من كدعم من السفاره الامريكيه باش يتطبق في الجهه اللي ربحوا فيها المتشاركين. احنا كل مره نعملوا كابيتال نخرجوا بحلول، الحلول هذوما نحاولوا باش نعملوا بهم البروجي نتاعنا. كما قلت لك خدمنا 4 كابيتال وكل كابيتال نخرجوا به برابور فيه الاسباب والحلول، والحلول هذوما قاعدين ناخذوا فيهم بعين الاعتبار باش نخدموا بهم البروجي نتاعنا. مازالونا زوز كابيتال اخرين ما زلنا ما حددناش بالضبط، عنا كافيتول نهار السبت الجاي ما 3 متاع العشيه ما زلنا ما حددناش البلاصه بالضبط. اللي حب يعرف ينجم يتابعنا على كافيتول بيزير جروب على الفيسبوك. وعندنا كافيتول بيج، الكافيتول بيج هو ان نجيبوا فيه تروا برونور دو ديسيزيون ولا دو برونور دو ديسيزيون وانسباير اللي هو يكون عنده فكره على الموضوع اما ما ينجمش ياخذ قرار. كل واحد يحكي لمده 10 دقائق يعني الوقت محدد ولا الوقت محدد. احنا مش معناها ما نحدوهمش بالضبط بالثانيه بالوقت، اما ماذا بينا الكل ياخذوا هذيك خدمتي انا كمودريتور، ماذا بينا كل واحد ياخذ حظه ما يكونش تفاوت كبير بين المكبر المشارك والمشارك الاخر. والكل معناها ياخذوا نفس الوقت، ينجموا يحكيوا كما يحبوا اما في وقت معين مش بالثانيه، ما نحترموا معناها الوقت. ايضا انت قلت لي لو موديراتور يعني انت اللي تدير الحوار في كل كافيتال. المهمه هذه اسكو جاتك صعيبه ولا لقيت سهوله في التعامل؟ انا قبل معناها احنا قاعدين نخدموا في جمعيه الاراده على الديبيت، عندنا ديبيت كلوب دونك يعاون بالكدا معناها في طريقة حديثك مع العباد ولا تعاملك مع العباد. أما كي يجيوك عباد جدد بالطبيعة باش تلقاها صعيبة شوية، سيرتو اللي كي يجيونا من مختلف فئات عمرية. في أول كافيتول كي جاونا اللي يقراو في المدرسة اللي يقراو في الكوليج أساتذة جامعيين يعني محامين أعمار مختلفة وصحفيين. دونك أنت ما تنجمش تقص على واحد كي يبدا يحكي رغم اللي يتجاوز برشا الوقت، دونك تحاول تقص عليه بطريقة معناها سهلة سلسة ما يحسش معناها فيها عدم احترام. كيف كيف الصغار تحاول تشرك الصغار باش يتكلموا حتى اللي ما يتكلموش تعمل تور دو تابل باش يحكيوا الناس. معناها نحاولوا نمشيوا الجلسة وناخذوا من العباد أكثر ما نجموا أفكار وحلول باش نخدموا البروجي. باش نسألك اسكو فما إقبال؟ المرة الأولى لقينا صعوبة للعباد ما يعرفوش البروجي، عمرها ما سمعوا به. كوميونيتي مانجر نتاع البروجي كريم قاعد يخدم في خدمة بها، كيف كيف الجمعية على خاطر احنا ياسر نعملوا على الجمعية في خدمتنا قاعدين كلهم يخدموا في خدمة كبيرة باش يعرفوا بالبروجي في المنطقة. كما مدموزيل قبل معاوي سي عبد القادر وسي معز الكيفي وسي صفوان قاعدين يخدموا يعاونوا فينا بالكدا واللي ممبر نتاع الجمعية الكل قاعدين يبارتاجيو ويعرفوا بالبروجي. دونك بداوا يتعرفوا شوية، جاونا برشا عباد المرة الأولى رغم اللي احنا نطلبوا جوست 10
باش يجيونا. جاونا أكثر من 10 بعد فما اللي قعدوا أوفياء للحلقات الحوارية كافي تولك ولا يجيونا كل كافي تولك. معناها فما أربعة يجيونا كل مرة يعني هم يتبعوا فيكم يتبعوا فينا وما غابوا حتى مرة ودجاء اللي يحضر معنا كافي تولك الكل سيس كافي تولك في الأخر ياخذ سيرتيفيكت أوف أشيفمنت من الأي أي دي بي. دونك باش ناخذوا اكثر تفاصيل مع المسؤول عن الاعلام شويه اخر كريم المعاوي مقبل هذا ناخذوا نغا ومازلنا متواصلين. مازلنا متواصلين على www.bizarre.radio.mgs.tn في حلقه جديده من متابعات. موضوعنا لليوم كافي تولك. كان معنا كريم المعاوي بيحكي لنا على التاش نتاعو اللي كانت هي الاعلام في برنامج كافي تولك. توا دخلت معنا هيفا العلج. عسلامه هيفا. عسلامه مرحبا بكم ناس الكل. دونك هيفا هي مدونة الجلسة حسب ما قدمها زياد. دونك باش ناخذ معاك انت اكثر تفاصيل شنو تعمل المدونة شنو الملاحظات اللي عندك اجواء الكافيتال باش ناخذوها كل معاك. بهي قبل كل شيء يعطيكم الصحة على الاستضافة غديو بمتلين. نعرف بروحي هيفا العلج طالبة سنة ثانية ماجستير إنجليزية اتصال بالمعهد العالي للغات تونس. مهنتي هي مقرر الكافي توك ريبورتر. باش نحكي لك على الجلسة نتاع الكافي توك كيفاش الديغولمون نتاعها. عندنا 25 دقيقة نتناولوا فيها المشاكل وبعديك خدمتي أنا تجي باش نعمل بريفينغ على المشاكل اللي تحكيت. ناخذ 5 دقائق نحكي فيها على المشاكل اللي تحكيت وبعديك عندنا 25 دقيقة نتناقشوا فيها الحلول وبعد نرجع أنا نعمل بريفينغ للحلول اللي تحكيت 5 دقائق وبعديك عندنا 25 دقيقة باش نتناولوا فيها الحل الأمثل وبعديك أنا نعمل الغوفورمولاسيون تاع الحل الأمثل ونعطيه. باه بالنسبة للجلسات اللي حكيناها تعدت 4 جلسات نتاع كافي توك. في الجلسات هذه تناولنا العديد من المشاكل منها نقص في تهيئة المؤسسة التعليمية مما يؤدي إلى انعدام التحفيز، تلميذ يقرر أنه يخرج ما عادش يقرأ، عدم الثقة في النظام التعليمي والمستقبل في تونس بحجة أنه أصحاب الشهادات العليا معطلين عن العمل، ضعف تأثير النظام التعليمي ما عادش فما تأثير للأسف المؤسسة التعليمية متاعنا، المناهج الدراسية مناهج غير تطبيقية كما نعرفوا اللي احنا عنا التيوريك وما عناش البراتيك حتى في الاستاج ما عادش فما دي استاج في تونس شكلية كلها. حشو في البرامج الدراسية تلقاه البرنامج يتعاود من السنة أولى للسنة السادسة هو بيدو ما يتبدل حتى شيء، معناتها البروف يقعد يعاود ما يزيد حتى شيء تلفا صوت التلميذ يقلق ويفد ويقرر باش يخرج يقول لك علاش باش نقرا حاجة نعاود فيها عام بعد عام. مناهج دراسية متاعنا مناهج حفظ يعني التلميذ أحفظ وصب يقول لك البروف رجع لي شنو عطيتك بضاعتكم ردت إليك ولا هذاك هو. عدم تقدير درجة الإبداع والأفكار والأفكار متاع التلميذ هذا يتناولناه في الموضوع الثالث النظام الدراسي غير مشجع على الإبداع الفكري وتناقشنا أنه المدارس والمعاهد وحتى من الجامعات قاعد ناقصين الفضاءات كيما النوادي وكل شيء ما فماش نوادي للأسف. هذا أهم مشكلة تناولناه في الكافي توك الكل انه احنا ما عندناش نوادي وانه نلتجئوا باش نمشيو لدور الشباب معناتها وحتى دور الشباب ما نخلطوش باش نمشيو لها على خاطر الجداول تاع الاوقات ياسر معبيه ومشكله من الاولياء زاد انه الولي كي ولده يقول راني باش نمشي لدار الشباب مثلا نص نهار يقولوا اقرا على روحك علاش مشي لدار الشباب يعني عباره تضيع على الوقت ولا كان قريت على روحك كان خير. هاي الجمله اللي نسمعوا فيها ملي احنا صغار. بهي بالنسبة للسوجي الثاني تأثير الإيديولوجيا السياسية في المناهج الدراسية لاحظنا أنه إدماج السياسة في التعليم خاصة في مواد التاريخ والجغرافيا والتربية المدنية والإسلامية ما قبل الثورة حتى ما بعد الثورة مع تبقي ما خرجنيش منها الحاجة هذيك. برامج دراسية موجهة تبعية لفرنسا برنامج متاعنا احنا قاعدين كفئران تجارب لفرنسا. نظام تعليمي يركز على الجانب المعرفي وتناسى الجانب الفكري للتلميذ وما عندناش ثقة في التلميذ متاعنا للأسف. السجل الأخرين اللي تناولناه هو تهميش المؤسسات التعليمية في الوسط الريفي
السجاية ذي تناولنا فيه العديد من المشاكل وكان معناتها من أكثر السجاية اللي صافي مالوك وكها. كان معنا سي عبد القادر المعاوي أستاذ قرى في بازينة منطقة ريفية في بنزرت وحكي لنا على الظروف الصعبة اللي يعيشوها التلامذة. تلميذ يخرج من الأربعة متاع الصباح باش يمشي يقرأ، ما فماش ترانسبور، طرق غير معبدة، وحتى الكلاس معناتها يقري ثلاثة أقسام تخوا نيفو في نفس الكلاس. بالنسبة للحلول، الحلول اللي خرجنا بها هي في تخوا كافيتوك الأولاني أنه نعملوا نوفروا نوادي باش التلميذ يلقى كيفاش يفرغ الطاقة السلبية متاعو، يمارس الهوايات متاعو من رسم، مطالعة، مسرح، سينما، اكسيتيرا. دورة تكوينية في التنمية البشرية، في الحوار، كما نعرف التلميذ ما يعرفش يتحاور، فمش حوار بين التلميذ والتلميذ وإلا التلميذ والأستاذ، يا إما فما خوف وإلا قل لك علاش أنا معناتها مش لازم نحكي معه. فما حلول أخرى كما المراقبة، خاطر فما كما نعرفوا الظاهرة متاع الزطلة اللي قاعدة منتشرة في المعاهد، لازم مراقبة على المعاهد ولازم نرجعوا لسال دو بيرمانونس، خاطر فما تلامذة يسكنوا بعاد ما يقعدوش معناتها ساعة من ساعة يقعدوا يعديوها البار، هكا عدوها في سال دو بيرمانونس خير. اي فوالا، اي برشا حلول ان شاء الله تلقى التطبيق في الارض الواقع. افكتيفمون هو احنا قاعدين ندرسوا في الحلول هذه باش نخرجوا ببروجي. البروجي هذا باش يتطبق على المدى البعيد ان شاء الله. وكان ربحنا احنا كفريق كافيتوك بنزرت متلين، اي فريق المتلين، كان ربحنا باش ناخذوا انفستيسمون من الاي اي دي بي بشراكه مع السفاره الامريكيه، قيمته $1,000 باش نبداو بها المشروع متاعنا ان شاء الله. ان شاء الله التوفيق من نصيبكم. كنت عطينا موعد الكافي تالك الجاي، وقتاش الكافي تالك الجاي؟ نورمالمون نهار السبت هذايا اللي باش يجي ان شاء الله مع ثلاثه. مازلنا ما حددناش البلاصه، نحبوها بلاصه لي بالموضوع اللي هو تاثير مواقع التواصل الاجتماعي في التلميذ التونسي. نحبوا بلاصه اللي يعني وين تلقاو فيها لازم نقولوا اكثر عباد تستعمل شبكات التواصل الاجتماعي. فوالا معناتها من وحي اللحظه. دونك باش يكون عندكم موعد نهار 11 نوفمبر، السبت 11 نوفمبر ان شاء الله. ان شاء الله جوست يبقى تحديد المكان هو اللي مازال مشكلة. احنا ديجا عندنا جروب فيسبوك اسمه كافي توك بيزير، وفي الجروب هذا كنهبطوا توسكي دي زيفينمون، تصور اللي يصيروا كل شيء، معناتها جوين ذا جروب بيبل. باش يكون وقتاش يختتم لي كافي تالك؟ وقتاش دات دو كلوتور نتاع الكومبيتيسيون نتاع الكومبيتيسيون نتاع لي كافي تالك؟ به هو فما على ثلاثه مراحل. المرحله الاولى انه نعملوا لي كافي تالك الكل، اي ومن بعديك فما السيمي فينال اللي يختاروا فيه خمسه فرق وخمسه فرق اليميني، ومن بعديك الدات فينال اللي هي 21 ديسمبر يظهر لي، مش يعني متاكده في شهر ديسمبر. اي في شهر ديسمبر. في شهر ديسمبر فريق اللي باش يربح هو البروجي نتاعو باش يتطبق. بو هي راهي الكومبيتيسيون عندها بوكو دو كريتير، يلزم لي سي كافي توك يسيرو، ويلزم يكون عندنا كافي توك بيك. الكافي توك بيك هذا يحضروا فيه 3 انفيتي، 3 برونور دو ديسيزيون، كل برونور دو ديسيزيون يحكي 20 مينوت، وبعديك يتقسم التخوا كافي توك صغار كيما العاده. كل كافي توك باش يضم مودريتور، ريبورتر، وكوميونيتي مانجر، ودي بارتيسيبون باش نتناقشوا الموضوع. مازلنا ما حددناش موضوع الكافي توك بيك، على خاطر باش نختاروا اكثر موضوع نجح من لي سي كافي توك اللي عملناهم، وهذاك اللي باش نعملوه كافي توك بيك. دونك حظ موفق ليكم، وان شاء الله نستدعوكم المره الجايه وتكونوا برمية من الناس اللي نجحت وباش تحقق الحاجه نتاعها. مرحبا بكم راديو متلين ديما على خدمتكم، مرحبا بكم في كل وقت. يعطيك الصحة، عايشك. دونك مستمعينا اوفياء www.bizarre.radio-mgs.tn كانت حلقتنا لليوم من متابعات. تابعونا ديما على باج فيسبوك راديو متلين كيف كيف عاصمة انترنا، وين تلقاو برامجنا. كانت معكم من امام الميكروفون ليلى النووي، جانب التقنية من البن احمد. الى اللقاء. We'll be right back.
اكثر معلومات. خلينا كان معنا زياد الحراق اللي اعطانا بصفه عامه على اللي تعيش في وسط الجمعية وكيف كيف الكافيتال. طبعا أنا كريم المعاوية المسؤول عن الإعلام. عسلامة كريم. كنت وكان تحكينا بالضبط على التعيش متاعك أنت في كل كافيتال إنكم تعدلوا شو بالضبط التحذيرات اللي تقوم بها وبش تحكينا ليزافانتور اللي صاروا لك انتخطة. أول حاجة نعرف بروحي كريم المعاوي اتوديون نقرأ ماستر إيزي بلتو انفورماتيك. أول حاجة كان التوفيق بين الدراسة فهمت والكافيتولك كان من الأول صعيب شوية بويسكو أنا المنسق الأعلامي انت الكافيتولك دونك عندي خدمة في الباكستيج برشا على الأخر أنا نتلهب توسكي ديزافيش نتلهب توسكي لش نعملو نكتب لي سيرفي بش نعمر فهم برشا حاجات في الباكستيج تصير سيرتو زادا نخدم توسكي بش نعمل التصوير والفيديوغرافي والحكايات هذيك كل أقوم بها أنا وكما يعرفوا العباد اللي تفهم في الحكاية هذه حكاية تاخو برشا وقت يعنتها ويلزم برشا تركيز دفاصوم الأول كانت صعبة شوية بعدك الواحد يستانس بشوي بشوي خاصة راه أنا نأمن إنسان كيحب يعمل حكاية نجم يعملها ونجم يوفق ويلقى لها وقت سينو كان إنسان يضالي هكا متملح ولا حاجة حيعمله ماكسيموم باش يهرب من الحكاية هذيك دونك كان باش التنظيم نتاع الكافي تولك هذايا كل من الاول صعيب شويه مي بعديك تعرف اللي عبد كي يقدم في الحكايه الاكسبيريونس يولي يعرف شنو يعمل اكتسب خبره بالضبط هكاك يعني الخبره هي الكل فكونت ونشكروا اعضاء جمعيه الاراده بالتنميه المثليه خاطر ماناش قاعدين نخدموا وحدنا راه قاعدين نخدموا احنا سيفري جروب دو تروا بيرسون مي اون فيريتي رانا جمعيه كامله قاعدين نخدموا مع بعضنا الناس الكل تتعاون وكلنا اليد واحده كما نعرفوا انه السمبول تجمعية الإرادة هي اليد هذيك كلنا يد واحدة وكلنا نحاول نقدموا ببلادنا للخير وما أحسن كما نعرفوا الموضوع تاع الكافي تولك هو قاعدين نخدموا على التعليم هذايا في الكافي تولك كومبيتيشن 3.0 هذايا هو كان موضوعنا دفاصون عندنا 6 سوجي نخدموا فيهم خدمنا منهم 4 الحقيقة في الموضوع الأول ما كنتش متحضر ياسر وكنت عرفت عندي كتراك شوية شنوش نعمل وكذا وكل شيء مي بعدك كي تدخل اون اكسيون تبدأ تصور تبدأ تركز مع العباد عندك حاجات لازم تعرفهم ولا وبعديك نشكروا احمد بولعريس على النصائح نتاعو اللي هو الكوميونيتي مانجر نتاع المعهد الدولي للمناظرات اللي هو قال لي انت برشا حاجات كيفاش نجم نحسنها كذلك زاد كلوب راديو متلين اللي هو زاد اعطانا بعض النصائح وكيفاش عن التصوير وكل شيء كيما نرجع نقول والحاجه هذيا ممكن من الاول تدخل ما عندكش خبره وكل شيء من بعديك تكتسبها اللي انت اصلا تجم تطور من نفسك وكل شيء اللي هو ذايا واحد من الاهداف انت الكافي تولك انه سيفري نحبوا نوصلوا لبرشا عباد والعباد انك باش تقنعهم ببرشا حاجات مي زاد من لي زوبجيكتيف الاخرين تاع الكافي تولك انه باش نطوروا من انفسنا وباش نتعلموا خاصه كيفاش نخدموا اون ايكيب والايكيب هذيا تحاول كيفاش تقدم القدام. قلت لي انت في الخدمه نتاعك في التاش نتاعك بديت فما برشا مجهود صحيح حبيت نعرف انت كي كملت كافي تولك وخذيت لي فوتو الكل وخذيت لي فيديو عاد كيفاش تكون العمليه المنتجه اسكو انت تقوم بها ولا فما شكون يعاونك فيها؟ به أول حاجة بعد اللي يكمل الكافي تولك عندي تاش لازمني نعملها أول حاجة لازمني نصفي تصور قدر تعرف زادة تصور مش كل بشي يجيو باهيين بالطبيعة دونك لازم نصفيهم لازم نشوف هنا تصور برشا عباد تحبش مثلا تصورها طابت ولا حاجة وليون نحيهم نحطوهم على جنب هكا كتكون الحكاية وبعديك نهبط اللي فوتو يضم على جوجل درايف اللي الناس تجم تدخل وتشوفهم على الجروب فيسبوك نتاعنا كافي تولك بيزيرت ينجم فيه فوق الألف مخارط في الجروب هذايا ينجموا يدخلوا يشوفوا تصاور هذوما تاعنا كل شيء وبالطبيعة نبعثوا تصاور هذوما للمعهد الدولي للمناظرات اللي هو بالطبيعة لازم يكون عنده صور هذايا ويعرف اللي احنا شنية كانت الخدمة تاعنا. باهي سألتني على المنجة كيفاش تصير المنجة بعد اللي انا قوم بعملية التصوير انا زادة قوم بالمونتاج فيديو هذايا كما قلت لك المونتاج لازم
برشا تركيز وبرشا وقت وبسافا جبجير يعني الحمد لله نجم هذي الحكاية كما قلت لك بالإكسبرينس فبتبدأ بشوي بشوي من الأول صعيب وبعدك تستانس يديك تخف على الأورديناتور بشوي بشوي تعرف لي راكورسي كل شيء تجم نظام تولي تعملهم يعني برشا حاجات تولي لك فاسيل على الأخر اللي أنت مثلا برشا حاجات منهم كنتش تعرفهم بعدك تجم تدخل على اليوتيوب تجست تكتب كيفاش تشوف التوتوريال تتعلم الحكاية ذيك كيفاش تعملها وهكاية تكون العملية يعني سيفري قاع خدمت الخدمة هذية وحدي مي ديما نقول يعني ساعة ساعة الآراء انت أصحابي والآراء انت ليكيب انتاعي وتجمعي وحتى الناس من برا ويعطيوك دي زيدي كيفاش تنجم تكون الفيديو شنو اللي راه باهي شنو اللي راه خايب خاصة انا نحب العباد اللي تكريتيكي الخدمة تاعي اكثر من العباد اللي تشكرها خاطر اللي كريتيكي الحكاية ذيك يحبك تحسن وتقدم وقدام ونشكر العباد الكل اللي قدمت لي التعاون وقدمت المساعدة الكافي تولك بيزيرت ويعطيكم الصحة الناس الكل. يعطيك الصحة كريم. كان معنا كريم المعاوي مسؤول عن الإعلام كافي تولك بيزيرت. دونك مازلنا متواصلين شوية خلونا معنا هيفا العلب مدونة الجلسة كما قلنا الجلسة فيها منشط فيها مدونة باش تاخذوا أكثر تفاصيل شوية أخر مع هيفا قبل